أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم هو الجمعة الموافق 30/5/1452 من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، المقابل 16/2/2018 من رفع السيد المسيح عليه السلام أو موته. رقم الحلقة 358 بعنوان الجيش الذي لا يقهر، الجيش الذي لا يهزم. طبعا سيتبادر لأذهان الناس الماديين والذين يفهمون الأمر بمفهوم من منظور واحد أو من زاوية واحدة، هذا قصور في الفهم لديهم. الإسلام يعلمنا أن نعمل ونجتهد بحيث نصل إلى الحقيقة التي إذا كانت لدينا فلا نهزم أبدا، وسننتصر حتى ولو خسرنا بعض الماديات. طبعا من الصعب أن يكون الإنسان في حياته لا يهزم أبدا، لكن عندما يكون الإنسان لديه الجيش الذي لا يقهر هو الحقيقة، فإنه يكون منصورا وإن خسر بعض الأشياء. ولعلنا نعرف أن هناك مثل يقول: فلان مثل الذي يرمي الأرض، عندما ترمي الأرض بحجر فإنك تصيب الأرض لأن هدف كبير. ذلك الحقيقة عندما تكون لديك فإنك تصيب بها أي هدف تشاء. القرآن يعلمنا أن من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثير، لم يقل من يؤتى الملك أو من يؤتى المال أو يؤتى الحكمة. هناك ملوك يعني ما سمى بملوك لا يفقهون أسمائهم حتى، وهناك أصحاب الأموال الطائرة كذلك، ولكن الحكمة تعز ويعني يتعب الإنسان حتى يحصل إليها. فعندما تكون لديك الحكمة وتعرف كيف أنت تدافع عن قضاياك وقضايا الناس المضطهدين المسحوقين وغيرهم، فإنك لا تهزم أبدا وستنتصر انتصار المدى الطويل أو القصير حتى. وأكبر حكمة تضمن لك الانتصار هو القرآن الكريم، هو الإسلام، هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من مشى بها فلن يضل أبدا، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال تركتكم على المحجة البيضاء ما أن تمسكتم بها لن تضل أبدا. ثم قال: كتاب الله وسنتي. إذن عندما تذهب إلى أي محكمة قضائية تعني بالشؤون الآدمية أو الإنسانية في هذا الكوكب، فإن خير محامي أو دليل هو القرآن الكريم، هو الإسلام ككل، ما القرآن الكريم وما صح من ما نسب للرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وقرارات وغير ذلك. فلقد مررت أنا شخصيا بتجربة ليست بالكثيرة، وقد ذهبت إلى محاكم وجدت أنها لها مواد لا تمثل الإنسان بصلة،
وقد رفضنا هذا التحاكم إلى هذه المواد، وبينا أن نحن المسلمون نرفض أي تحاكم لأي قانون أو شرع غير الشرع الإسلامي، فإن هذا الشرع كامل، الإسلام دين كامل. وقد وجدنا أن الناس لا يستطيعون مقابلتنا بالجدال وبالحق والبرهان، ذلك ننتصر. لأن أنا أنصح نفسي والآخرين بالاستمرار والبحث في القرآن الكريم في الإسلام، سجد أن هذا هو الحق، ومن كان الحق معه فلن يهزم. قال الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، إلى آخر الآية. إذن الجيش الذي لا يهزم ليس هو جيش الصواريخ والطائرات، حاملة الطائرات الكروز وغيرها، هذه لا تجلب النصر، تجلب كسب المعركة لكن لا تجلب النصر. الرسول عليه الصلاة والسلام قد خسر المعركة في أحد، لكنه انتصر في أحد، الانتصار لعله أكبر انتصار في الحروب المادية وغيرها التي خاضها عليه الصلاة والسلام. وكذلك نحن المسلمون لنا قدوة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم محمد. إذن الحقيقة والصدق والحق إذا كان لديك فلن تهزم أبدا، لذلك أوصي نفسي والآخرين بأن يذهبوا إلى الحق، فإن الباطل له جولات مادية محدودة ثم يخسر، يكون خاسر، لكن الحق ينتصر. وعندما أتى الحق يزهق الباطل، يهرب. فأما الزبد فيذهب جفاء، يذهب جفاء، وما ينفع الناس يمكث في الأرض. إذن لنستمر في الحفاظ على الحقيقة والبحث عنها لمن لا يعرفها، هي في الإسلام، كتاب الله سنة رسوله، وما شن منهما وما وافقهما. حتى ألقاكم في حلقة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.